عندما يدفن الميت ويتفرق الناس، نرى أحد الفقهاء يجلس متأخرا عند القبر، ماذا يقول للميت؟ إن شاء الله تبارك وتعالى، بما أنك إن شاء الله تحدثت اليوم عن القبر، عجيب أمر هذه الأمة. شوف من الشبهات التي يثير، شوف احنا ما زلنا وصلنا الشبهات، من الشبهات التي بدأت تثار من قبل من يتسمون بالعلماء، هي أن عذاب القبر ما كاش عذاب القبر. والله واحد الشيء غريب زعما، فين ما مشيتي سقسيوني. يعني يردوا الأمة من جديد لكي تتشكك فيما وصل إليها عن طريق التواتر، باش يضربوا المسائل الأخرى. عذاب القبر ما كاش، نعيم القبر ما كاش، عيسى عليه السلام ما كاش، الدجال اللي عنده عين هي الحضاره الغربيه، ما خلاو حتى شي حاجه ما خلاو. تعرفوا اسمه؟ قال لي هذه المره استغربت، واحد صاحبي يجلس معايا دائما، قال لي النهاري الله يرحم لك الوالدين، انا ريحت واحد الراحه كبيره. قلت له علاش؟ قال لي شو عذاب القبر ما كانش كاين وانا كان حساب لي كاين. قلت له علاش يعني ما كانش كاين؟ ليه علاش؟ قال لي الله يخليك، ماشي راسي ذوك الناس كيقولوا باللي العذاب يكون فقط يوم القيامه، يكون بعد الحساب، أي لا يعذب الله أحدا حتى يحاسبه، أي يكون العذاب هو جزاء بعد الحساب، فلا يعذب الإنسان قبل الحساب. شكون أنا قلت له كنسمع ذاك الشيء باللي الدليل تحمل واحد لكي يلغوا ما يسمى بعذاب القبر بهذه الحجة أن الله لا يعذبك حتى يحاسبك. قلت له هل يعذبك الله حتى يحاسبك؟ صحيحة هذه ولا ماشي صحيحة؟ قال لي صح. قلت له هل من الامكان ان يعذبك قبل ان يحاسبك ولا ما كاينش؟ بقى يشوف. لا قلت له راك يعذب الناس قبل ما يحاسبهم، عذب فرعون وغرقوه في الدنيا قبل ما يحاسبه، قوم لوط اقلب القريه نتاعهم قبل ما يتحاسبوا، القوم نتاع نوح غرقهم قبل ما يلحقوا الحساب، وانت كيعذبك ربي قبل ما يحاسبك، يسلط عليك انت الكونسير وتبقى 70 عام وانت دير السالم. ما راش يعذبك في الدنيا، سنعذبهم مرتين. ليه ربي سبحانه ماشي راه ينتقم بالعباد بإنزال العذاب يعلمهم أحياء؟ هذه حجة داحضة يا هذا بنادم، ما عندكمش العقل؟ الله يعذبك هنا يعذبك، ولا بغى يجمع عليك العذاب يوم القيامة راه غضب عليك، بل المؤمن العزيز عليه يعذبوه هنا، وسلط عليه المصائب هنا في ولاده في ماله في صحته في كل شيء له، ليكفر الله عنه السيئات ويرفع الدرجات ويثقل ميزان الحسنات ويروح إلى ربه يوم القيامة كالورقة البيضاء لأنه يحبه. أما الظالم فإنه يملي له، فإذا أخذه لم يفلت. وهذه الدنيا وفيها العذاب، تقول لي القبر ما فيهش العذاب، منين جبت هالشيء انت؟ ثانيا، أن عذاب القبر ونعيمه ما تكلمش عليه محمد عبو، انت مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. ما تكلمش عليه محمد عبو، تكلم عليه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. ثانيا، منين تكلم النبي عن العذاب ديال القبر وعن النعيم ديال القبر؟ زيد اخويا، شحال من صحابي اللي روى عليه؟ بلغ حد التواتر في الأحاديث التي تحدثت عن مسألة عذاب القبر والنعيم. واستمعوا، الحاجة اللي في الشرع في العقائد ولا في الشرائع وصلتنا عن طريق التواتر، هذا من أنكرها فقد كفر. الحاجة اللي وصلت عن طريق الأحاد وذاك الشيء ماشي مشكل، لكن اللي وصلتنا عن طريق التواتر قدام صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والامه مجمعه على ذلك، وتجي انت في تاخير الزمان جا واحد سيد زعما هذا علم جديد نزل عليكم، با 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 اسيدي باز عفار يقول لك خصني ايه نتاع القران تثبت ان هنالك عذاب القبر، ما تجيبليش الاحاديث، نجيب لك ايه نتاع القران اللي فيها عذاب القبر، تامن ولا ما تامنش؟ انا امن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لنفرض أن كل الآيات اللي كتكلم عن العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لنفرض أن يسايركم أنها لا تتحدث عن العذاب الأدنى والعذاب الأكبر والعذاب الدنيا. لنفرض 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 إيه، ولكن ما معناه وما آتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس الله في كتابه يقول لك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن تكون خيرة من أمرهم؟ جامع شامل كامل، الحمد لله، جامع شامل كامل. أصير يقول جيب الآيات الآيات، لكن هم ما باغيينش، يقول لك لا 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 لا، غير بحاجة ما بغاو يفسروا. ولذلك هذا اللي استقصاني على قضية هذاك، فكرني بهذه المسألة باش نردوا على هذا، على على الآخر. إذا كان حجتكم في رد الأحاديث التي وصلتنا عن طريق التواتر حول عذاب القبر ونعيمه، إذا كانت حجتكم هي أن الله لا يعذب حتى يحاسب، هذا غلط. الله يعذبك قبل أن يحاسبك، كاين عذاب قبل الحساب. أما قبل، أما مور الحساب كاين الجنة ولا النار، سيتو. هنا العذاب تاع حنا ولا تاع القبر. سيدي ربي يعطيه الواحد عدد تاع المؤمنين باش منين يروحوا لربي يروحوا له ما عندهمش الذنوب. كاين اللي يكمل ان شاء الله الذنوب ديالو يتمحاو بالمصايب والعذابات اللي عطيهم له في الدنيا، يروح بعدها هكذاك. كاين اللي يبقى له شويه يزيد يكملهم له في القبر ويروح عند ربي مخير. واغلب اغلب العصاة من أمة سيدي الأنبياء اغلبهم يفوتوا العذاب نتاعهم فيه في القبر، رحمة به. كي يقوموا بين يدي الله يكون كملوا، واللي كانت بقات له شوية إما يجيه الشفاعة وإما يدخل واحد المدة. ولذلك إن شاء الله تبارك أنت قلت لي أدركم من يدفن الميت ويتفرقوا الناس ونشوفوا شي فوقا يجلس متأخرا عند القبر. هذا كاين شي بعض الأحاديث الضعيفة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي يعني ماشي قوي هادشي، أنه إذا مات الواحد هو النبي كيقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يثبت إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يجلس تما شي واحد. ولكن الناس كيجلسوا عند الراس يقولوا يا ولد، حتى يقول له سميه بأمه يا ولد فاطمة يا ولد. لا لا شوف اذكري العهد الذي خرجت، هو قال لك يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم بمسمعين لكلامي منهم، هما اسمع، هما اسمع كيسمعوا يسمعوا ويقولوا يا ابن فاطمه يا ابن فاطمه يا ابن فاطمه اذكري العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال لك لكي تلقنه الشهاده عند السؤال. هذا ان شاء الله تبارك وتعالى لا تاثير له كبير على الانسان تحت تحت الارض. الله هو الذي يثبت، هذا قام محتاج لوش يثبت الله الذين امنوا بالقران. الا كان الانسان مؤمن، حنا كانت عندنا واحده البدعه في البوادي، انا كنت عشت صغير وكنت نشوفها، كيجيو عند الفقيه يقولوا له اكتب لنا السؤال، الجواب نتاع السؤال في واحد الورقه، وكانوا يديروها في الكفن ما يصدر، يعني كانه لقينا حجه حساب لهم كاع اللي كتبوا له. من ربك؟ يكتب من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما تقول في الذي بعث فيكم؟ هو عبد الله ورسوله. ومكتوبة ورسالة، لكن شكون يقولها؟ اللي ثبتوا الله. لكن مساكين هما هذيك هي النية ديالهم، هذيك هذاك ثاني يمشي يجلس يقول له اذكر اذكر. كاين شي حاجة يستأنس بها، هو حينما نام عمرو بن العاص على فراش الموت فأوصى ابنه فقال إذا دفنتموني فامكث يا عبد الله عند قبري، يمشيوا الناس مدة ما يذبح جزور جمل ويقسم لحمه بين الناس، يعني تقريب ساعة ونص ولا، حتى استأنس بك لأعرف بما أراجع به رسول ربي. ابن عمي هذا عمرو بن العاص فاتح مصر. يا ربي يا ربي يا ربي، واش بنقولوا احنا؟ اخليها لمولانا وصافي، نقول له سيدي ربي ستر فضايحنا والسلام، راه احنا ما كان والو غير انت مولانا، راه ما كانش رجله، فين عدتك تحت الارض؟ نطلب الله يثبتنا والسلام.